مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء أضمرة. اخترنا لكم حي الأحباس المعروف عند الكازاويين بحي الحبوس، أحد أعرق وأقدم الأحياء بالمغرب وليس فقط بمدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا هذا البناء التاريخي ديالو، بناء الإسلامي المحض لكيميز حي الحبوس عن باقي الأحياء بمدينة الدار البيضاء، والذي يقصده واحد العدد كبير ديال السياح الأجانب اللي كيزوروا مدينة الدار البيضاء. ضروري أنهم يجيو لهذا الحي تاريخي، حي الأحباس يعني الحبوس كيف كيعيطوا له. بيضاوي واللي فيه عدة مكاتب لبيع الكتب، جميل في الهدوء ديالو. المساجد بالمغرب وبمدينة الدار البيضاء، كيف كتشوفوا هذا هو الباب ديال الباب الرئيسي ديال هذا المسجد، وفيها الدكاكين العتيقة اللي فيها العدول، كان معروف هذه البلاصة معروفة بالعدول، العدول يعني الناس اللي كي زوجوا، الناس اللي كي ديروا عقد ديال الزواج. اخترنا لكم هذه الجولة في منطقة الحبوس نظرا للجمال ديال الجمال المعماري ديال هذه المنطقة. كيكون بالنهار هذا المنظر الجميل ديال هاد المحلات التجارية اللي كيبيعوا الملابس الدينية، الملابس ديال الخاصة بالأعياد، الملابس خاصة بالمناسبات الدينية بحال الجلالة البلاغي الفوقيات. يعني هنا كاينين ماني الفضة، ماني النحاس، كذلك مسجد كبير ها هو كاين هنا. إذن هذا هو حي الحبوس بمدينة الدار البيضاء، كيف كتشوفوا في هذه الأقواس اللي عطات لهذا الحي واحد المنظر جميل، فيه قاعة كيف كنقولوا هنا قاعة ديال الزيتون، هاي على اليمين يعني إلا بغيتي الزيتون، الزيت البلدية، الخليع، أي حاجة بغيتيها. كنشوف سفيان من كونفوضة كيقول بونجور بونجور. إذن هذا هو حي الأحباس المعروف.
المعروف بالحبوس. وهذا اللي أمامنا هو درب البلدية، هو من أقدم الأحياء بمدينة الدار البيضاء. هذه جولة خفيفة بأحد أعرق الأحياء بمدينة الدار البيضاء، حي الحبوس. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. قبل ذلك غادي نقول عبد الصمد يريح صباح النور، شكرا على تتبعكم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.